انا يوسف سمير، بشتغل قسيس او راعي في الكنيسه الانجيليه بمصر الجديده، وبدرس كمان في كليه اللاهوت الانجيليه. الفتنه الطائفيه في مصر، سمعنا عن احداث امبابه ووفاء قسطنطين، احداث كتير، تملي البطل واحده ست، ايه الحكايه دي؟ طبعا الاحداث دي مرتبطه جدا بالمشاكل المجتمعيه اللي في مصر، مش بس مشاكل دينيه لكن مشاكل مجتمعيه، وبالتالي فكره انه الاحداث دي ترتبط بسيدات عايزه تقول انه خاصه بعض السيدات كمان كانوا مرتبطين ببعض رجال الدين، فدي كانت موجهه كمان لرجال دين مسيحي امعانا في التحدي، امعانا في فكره التحدي. سهوله تاثر السيدات بالافكار ديت او اكسبوزد، يعني متاثرين معرضين للافكار ديت، وضعف كمان التعليم، سواء التعليم النظامي او التعليم الديني للسيدات، ضحالة بعض الأفكار الدينية في بعض الأماكن في مصر خاصة في أماكن الصعيد، بتخلي مش بس السيدات، بتخلي كل المجتمع عرضة للتلاعب بالأفكار، لأنه الإيمان سواء الإسلامي أو المسيحي، مش بس بتكلم على الإيمان المسيحي لكن بتكلم كمان على الإيمان الإسلامي، انه ضعف التعليم ووجود ناس مش متخصصه في الكنيسه او في الجامع، هم اللي بيوعظوا وهم اللي بيقدموا الافكار، بتخلي الايمان هش، وبالتالي سواء عند المسلمين او عند المسيحيين اي كلمه تجيبهم وتوديهم، اي كلمه ممكن تغير افكارهم، اي كلمه ممكن تشككهم في ايمانهم في معتقداتهم، وبالتالي كان سهل انه يتم التأثير على هؤلاء السيدات. ومش بس يعني اصل القصص دي اللي بتظهر دي القصص اللي بتطفو على السطح، لكن في آلاف غيرها في النبوع وقرى مصر بتحصل كل يوم، لكن دول اللي ظهروا على السطح وعملوا مشاكل. بالنسبه للاحداث زي مثلا اللي حصلت في طفيح واللي حصلت قبل ثوره 25 يناير، قبل كده ما كانش في عندنا، يعني ما كانش في قضاء في حاجات زي كده، لكن بعد 25 يناير المفروض تكون الدنيا اتغيرت، فما حصلش انه عرفنا مين اللي نفذ الاحداث دي بالظبط. الحاجه الثانيه انه ما حصلش حقيقي حد اتحبس، حد حصل كده، والحاجه الوحيده اللي حصلت هي جلسات الصلح اللي بتحصل او بنقول عليها جلسات عرفي، يعني زي مثلا وفكره الشيخ محمد حسان لما يقول ان دول شباب متحمس للدين، فايه تعليق حضرتك على الحياة؟ يعني انا بقول انه طول ما في جلسات صلح عرفيه هتستمر احداث الفتنه الطائفيه، لان مفيش حد بيقول ان الشخص ده غلط ولازم ياخد عقابه، كله طبطبه، يعني كلنا بنطبطب على بعض وما تزعلش يا حبيبي ومش عارف ايه، وبعدين ويومين وثلاثة وتظهر تاني، لان الحاجة في القلب، يعني الجلسات العرف الصلح العرفية مش بتغير اللي في القلب، اللي بتهدي بس مسكن لحاجة مستمرة وهتظهر تاني، مخدر هيروح تأثيره وبعد كده هو الناس هيبتدوا تاني، لانه من يعني الناس بيطبطبوا من حتة، وفي نفس الوقت المؤسسة الدينية عمالة بتشحن، المؤسسة الدينية عمالة بتشحن. طبعا لما بقول المؤسسة الدينية مش قصدي المؤسسة الدينية الرسمية اللي هي الأزهر الشريف أو الكنيسة، لأن دول يعني احنا بننحني ليهم احتراما على فكرهم الوسطي المعتدل، لكن المؤسسة اللي هي متمثلة في الجوامع أو في بعض الكنائس أو ف يعني طول ما مفيش طول ما الدولة زي ما بيقولوا دولة رخوة ما فيهاش وضوح، طول ما الدستور ما فيهوش ما ينص على تجريم حقيقي للفتنه الطائفيه، طول ما القانون حتى لو في تجريم طول ما القانون مش بيتنفذ، طول ما اللي في المشهد هو جلسات الصلح العرفيه هتستمر الفتنه الطائفيه في مصر.
المشاكل دي حلها فعلا ان المنظمات القبطيه اللي بره اللي في النهضه تعمل عمليه تدوين للملف القبطي؟ لا هو ده الحل؟ لا لا ده حل، ده حل بيضعف المشكله. ما فيش حاجه اسمها تدوين للقضيه، احنا مصريين وينبغي انه امورنا تتحل جوه البيت، انا ما ينفعش زوج وزوجه يتخانقوا فالزوج يروح يقول لمامته والزوجه تروح تقول لباباها، وبدل ما تبقى المشكله جوه البيت تبقى بره البيت وكل الناس يعرفوا بيها. لا احنا لازم يبقى عندنا سياده قانون واللي يغلط يتحاسب. انا مش لازم ان انا اطلع ادور القضيه زي ما البعض بيحاولوا. مفيش حاجه اسمها تدوير القضيه، احنا امورنا ينبغي ان هي تتحل جوه بلادنا، لازم ان احنا يبقى في سياده قانون، وطول ما القانون هياخد مجراه، طول ما هذه الاصوات اللي بتحاول تدور قضيه الاقباط هتنتهي يعني هيخلصوا. فمفروض انه علشان ايا كان، يعني ايا كان المبدا، مفيش حاجه اسمها تدوير قضيه الاقباط، سواء في قانون، في قانون او مفيش قانون، لكن ما ينفعش انه اخد امور بلدي، و لان ده منفذ انه القوى الخارجيه المتربصه بمصر ان هم يتدخلوا، هم مستنيين اي حاجه. وهم على فكره ما يهمهمش الاقباط في حاجه، هم يهمهم مصلحتهم بس. والدليل اللي حصل اليومين اللي فاتوا، زمان كان اول ما قط يحصل له مشكله القوى الاجنبيه تقول ده الاقباط بيحصل لهم. من 30 يونيو الاقباط حصل لهم كتير جدا جدا، لكن عشان مصلحتهم، عشان مصلحتهم مش مع الاقباط، وكأن مفيش حاجه بتحصل للاقباط. فالقوى الاجنبيه مصلحتها وبس. طيب حضرتك اكيد سمعت عن الفيلم المسيء للرسول. حضرتك شفته؟ شفت التريلر اللي نزل على الكمبيوتر. اوكي. ما شفتش الفيلم كله. ايه راي حضرتك في الفكره دي، فكره الفيلم اللي من النوع ده، وانه اللي مولوها او بعض اللي مولوها كانوا مصريين؟ مصريين اقباط. يعني مش هنتكسف يعني. اوكي. الفكره ايه كان رد الفعل الرسمي للكنيسه، وايه رد فعل حضرتك؟ وكمان لما حصلت المظاهرات قدام السفاره الامريكيه وحصل انه ابو اسلام، ما اقدرش اقول عليه شيخ، ابو اسلام حرق الانجيل، فالصوره على بعضها بتدي الصوره على بعضها بتقول ان في مشكله عندنا في المجتمع المصري، ان احنا مش عارفين نتعايش مع بعض، مش عارفين نحترم فكر الاخر. انا الصح وغيري غلط، مفيش حاجه اسمها كده. هو انا ما عنديش الحق المطلق، لان الحق المطلق هو الله. اذا امتلكت الحق المطلق، اذا انا امتلك الله، اذا كنت اقدر امتلك الله، اذا الله مش الله. لو انا قدرت امتلك الله يبقى ربنا ده مش ربنا، لانه الله اكبر، الله اعظم من الكل، ما اقدرش امتلكه، ما اقدرش. حتى جوه الطوائف المسيحيه ما اقدرش اقول ان الطائفه الارثوذكسيه تملك الحق الكامل، او الطائفه الانجيليه تملك الحق الكامل. نحن نسعى لان نعرف الحق، لكن ما اقدرش اقول ان انا امتلك الحق. احنا مشكلتنا في مصر ان احنا كل واحد ينادي بانه يمتلك الحق الكامل، كل واحد حاسس ان هو عنده كل الحق، وبالتالي مش قادر ان انا يعني اتسامح انه في حد جنبي بيقول ان هو عنده جزء من الحق. والحاجه الثانيه انه انا مش بقبل الشخص ده، انا مش بقبله وبسكت، لا انا بقبله وبكفره وبضطهده وبقتله وبعمل افلام مسيئه ليه، وبتعدى على الكتب المقدسه، كل ده ليه؟ لان الفكره اني انا مش قادر احترم الشخص اللي جنبي، وحتى لو انا مش متفق معاه، لكن هو من حقه ان هو يعيش، من حقه ان هو يؤمن بما يريد ان يؤمن به. عشان كده احنا بنقول ان مصر ينبغي ان تكون دوله مدنيه. الدين ملوش دعوه بما يحدث في البلد، الدين هو اللي بي 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 بينظم علاقه الانسان بالله، هو اللي بيدعم الانسان اخلاقيا، اللي بيديله الافكار الاخلاقيه اللي بيسير بيها. لكن ان انا اقول ان الدوله يعني الدين يرتبط بالدوله او يتدخل في امور الدوله، هو ده اللي بيعمل المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي. طبعا بالنسبه للفيلم المسيء، بالنسبه للي عمله ابو اسلام، الاثنين مرفوضين، الاثنين مرفوضين تماما. انت مش موافق على فكره لا تسفه،
هذه الفكرة، لا تشوه هذه الفكرة. احنا عندنا آية في الكتاب المقدس انه بعض كانوا بيقولوا انه الانسان ده ضعيف وبيعمل حاجات غلط، فالرسول بولس قال له ايه؟ دعه لمولاه، سيبه لمولاه. انت من اقامكم قضاء على الاخرين؟ مين اللي اقامكم قضاء؟ مين اللي اقامكم؟ كل واحد عايز يدين الاخر وعايز يسفه دين الاخر وفكر الاخر، مين اللي اقامك قاضي على الاخر؟ الله هو اللي عارف، فاحص القلوب والكلى. الكتاب المقدس بيقول كده، الله هو الفاحص القلوب والكلى، هو اللي عارف قلبي وعارف افكاري وعارف حقيقه ايماني وعارف اخلاقي. انا لمولاي. ابونا زكريا بطرس الشيخ ابو اسلام نفس القصه، نفس القصه. يعني هي يعني تجليات لعدم القدره للتعايش مع الاخر. يعني ابونا زكريا بطرس يمكن هو برضه رد فعل لما كان يحدث لفتره طويله جدا جدا في الاعلام المصري. فلما جت الفضائيات عارفين يعني كان في ضغط جامد جدا جدا جدا، الاقباط خاصه الاقباط اللي في المهجر، لان الاقباط اللي جوه مش هيقدروا يقولوا يعملوا كده، الاقباط اللي في المهجر حسوا ان الفضائيات هي المنفذ ليهم ان هم يعبروا عن كل ما كان يجيش في انفسهم من احساس بالظلم واحساس بالاضطهاد واحساس انه الاخر بيسفهني في ايماني. وبالتالي كان رد الفعل عنيف جدا. اول ما اتفتحت الحكايه كان رد الفعل عنيف جدا. ابونا زكريا كان هو اول واحد يمكن ظهر في الطريق ده، وكان عنيف لانه كان رد فعل. لأ انا لا ابرر، لكن بقول يعني تحليلي لما حدث على الفضائيات مع ابونا زكريا. نسال على حريم حريم صغير. نعم. حريم في مدرسه أنا كنت في مدرسة فرنسية يعني ربان. ذكرياتك عن حصة الدين، كان إيه اللي بيحصل في حصة الدين؟ شوفي يعني أنا يمكن يعني في وقت ما كنت في ابتدائي وإعدادي ما كانتش النعرة الدينية دي واضحة قوي. يعني ما كناش عددا اللي نفكر، حتى ما كناش يعني نسأل بعض أو أنت دينك بيقول كده ليه ولا دينك ما بيقولش كده ليه، لا. لكن أنا فاكر في حصة الدين كان بنجمع كذا فصل جنب بعض، ففي مسيحيين اللي في فصل ألف يجوا يحضروا حصة الدين مع المسيحيين اللي في فصل ب، والمسلمين اللي في فصل ب يروحوا يحضروا حصة الدين مع المسلمين اللي في فصل ألف. تبادل. فما كانش حتى فكرة إنه في المسلمين هم اللي بيروحوا في حتة والمسيحيين بيفضلوا في فصلهم، لا. كان فصل المسلمين هم اللي بيمشوا وفصل المسيحيين هم اللي بيمشوا، علشان يعني يمكن كان ده حكمه كمان من الاداره ان هم ما يحسسوش حد بانه افضل او حد ان هو اوحش. فما كانتش النعره دي موجوده في وقت ما كنت في ابتدائي واعدادي. طب تقييم حضرتك للماده اللي كانت مقدمه في الدين، انا مش عارف حضرتك كنت على طلاع بالدين الاسلامي في الوقت ده في المدرسه او لا؟ طبعا ما كنتش. يعني الحاجه الوحيده هي نصوص القرآنية اللي كانت يعني معينة علينا في اللغة العربية، في حصص اللغة العربية دي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت أعرف يعني أو أقراها يعني في الدين الإسلامي. لكن عامة يعني أنا عامة من نفسي كده هو جوايا بتساءل، أو كان عندي تساؤل، إيه فايدة مادة التربية الدينية؟ يعني إحنا شعب عامة مفيش بيت تلاقي الناس مش بيروحوا يصلوا سواء في الكنيسة أو في الجامعة. فايه فكره انه جوه المدرسه يبقى فيه تربيه دينيه؟ ما انا مش شايف ان هي لازمه، لانه عامه الاسره المصريه اسره يعني مرتبطه بالمؤسسه الدينيه. فالناس بيروحوا يوم الجمعه يصلوا، والمسيحيين بيروحوا يوم الاحد او اجتماعات الشباب اللي طول الاسبوع. فهي الحكايه مش بس كتر الكلام في الدين. يعني احنا كل ما بنتكلم في، انا بلاحظ كل ما بنتكلم في الدين كل ما اخلاقنا، يعني مش كل ما بنتكلم في الدين، يعني الظاهر ان احنا عمالين بنزود من الجرعات الدينيه، وفي نفس الوقت العجيب انه اخلاق المصريين بتتراجع. فالاثنين مش ماشيين مع بعض. عمالين التلفزيون في دين، والمدرسه فيها دين، والكنيسه فيها دين، والجامع في دين، وفي نفس الوقت اخلاق المصريين عماله بتتراجع تراجع شنيع. فالحكايه مش بالكم، الحكايه بانه اللي انا بسمعه اعيشه. بالنسبه للمرشح احمد الشفيق لما كان مرشح لرئاسه الجمهوريه، هو كان طرح الفكره دي
بتاعت انه ممكن نلغي ماده الدين او نحولها لماده اخلاق وحاجه زي كده، وفعلا ده اتطبق في حكومه الاخوان. مش كده بالذات، لكن هم دخلوا بعض الايات من الانجيل في العربي وكده، او كمان في التربيه الوطنيه، ولكن ده ما استحسنوش ناس كتيره، بالعكس اعترضوا عليه بشكل كبير. هل تفتكر لو طبقت فكره انه الغاء ماده الدين او تخفيف الحاجات اللي بتعرض فيها في الماده دي، ده هيقابل بشكل عام ازاي مجتمعيا؟ انا مع الفكره. انا مش معني فيه يبقى فيه حصص دين في المدارس. ما اعرفش بقى نعملها حصص اخلاق، حصص اتيكيت، الناس يتعلموا ازاي يتعاملوا مع بعض. يعني اتعامل ازاي مع بيتي، اتعامل ازاي مع الشارع بتاعي، اتعامل ازاي مع جيراني، ارد على التليفون ازاي، حاجات اللي هي ايه بنشوفها كل يوم، احترم المرور ازاي، كل الحاجات اللي هي يعني عندنا جهل مطبق فيها. فطبعا الدين حتى الناس فرحانين يقول لك حطينا ايات من الانجيل في المنهج، صوت ايه المعنى يعني؟ ما انت عارف يعني هو يعني انت مبسوط قوي ان الايه اللي انت بتقراها كل يوم يمكن تقراها وعارفها في الكنيسه بس ظهرت في كتاب التربيه الوطنيه، فرحتي. طب انت هيعلم، انت لما ظهرت في كتاب التربيه الوطنيه هتعمل بيها؟ طب انت ما عملتش بيها قبل كده ليه؟ هي عشان ظهرت يعني، هي كلها نعرات طائفيه، كلها نعرات طائفيه، انه زي ما كتاب التربيه الوطنيه في ايات من القران لازم ايات من الانجيل، ولا ايات من القران ولا ايات من الانجيل. احنا بنقول دوله مدنيه، الدين يعني لازم احط الدين في اطاره، ولازم احط السياسه في اطارها. طول ما احنا الحكايه ملعبكه وسايحه معانا كده اهو، طول ما يعني هيبقى هتفضل دايما النعرات الطائفيه والاتنيه دي موجوده. المسيحيين ما بيغلبوش،